أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن الإعلامية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي حليمة بولندا لمدة 2 سنين مع الشغل والنفاذ وغرامة 1000 دينار، وذلك بتهمة التحريض على الفسق والفجور. يعود سبب الحكم إلى شكوى قدمها شخص مجهول الهوية ضد حليمة بولندا، مدعيا إنها قامت بالتحريض على الفسق والفجور من خلال صورها ومقاطع الفيديو التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت صحيفة الراي المحلية الكويتية إن الحكم الصادر بحق حليمة بولندا هو حكم أولي ويحتاج إلى درجتين من التقاضي ليصبح نافذا. من ناحية أخرى، تقدمت حليمة بولندا ضد الشخص الذي قام برفع الدعوى ضدها واتهمته بالسب وإساءة استخدام الهاتف. ليشار إلى أن حليمة بولندا أثارت الجدل على مدار مسيرتها الإعلامية، سواء من خلال عملها كمقدمة برامج أو محاورة تلفزيونية أو من خلال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر هذه القضية هي الأحدث في سلسلة من القضايا التي تواجهها الإعلامية حليمة بولندا في قضاء الكويت. حليمة عبد الجليل قاسم حسن بولندا، إعلامية كويتية من مواليد 10 ديسمبر عام 1980، اشتهرت بتقديم البرامج التلفزيونية والمقابلات، كما حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت حليمة مشوارها الإعلامي عام 2001 كطالبة في كلية الآداب بجامعة الكويت، حيث اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في برنامج ذا بيست على تلفزيون الكويت. بعد ذلك قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية، من أشهرها ذا بيست ومسلسلات وسوالفنا الحلوة وفوتة البيت وحليمة شو. حازت حليمة بولندا على العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، منها جائزة أفضل إعلامية عربية.